مساكم طيبين الفوالي اللي معاكم السهر يا حلالي معنا في أماسي من فنون أشكالي بروس وحل بالمدن ويبالي السلام عليكم يا قوت. هلا سالم. كيف الحال؟ كيف حالك؟ طيب خير؟ طيب. الله يحييك. يعافيك. شو الاخبار؟ يا مرحبا وسهلا. طيب ما شاء الله. الحمد لله. كالعافيه. الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. الله يعافيك. في علوم. ما شيء. شو اخبار؟ الا الخير. صوبك. ماشي. فعل؟ الله يحييك. الله يسلمك. يا مرحبا يا نعود. يا مرحبا وسهلا. الله يحييك يا قوت. لاحق لك لاني جايينك على شيء سامع عنك قبل اتغرد قبل شويه. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، يا أهلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أماسي. نتمنى إن شاء الله أنكم تقضون أمتع الأوقات ويانا بهذه الليلة، ونتمنى أنهم الضيوف اللي راح يجونا إن شاء الله يمتعونكم باللي راح يقدمونه من سوالف وفنون. إذا مشاهدينا، نحن كان في سؤال البارح بايت، وأكيد أنكم حليتوا إجابة السؤال. كنا نسأل عن سيح الزمايم. سيح الزمايم قلنا هل هو في هيمة أم في ظلكوت أم في صوقرة؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي الأولى، هو سيح الزمايم في هيمة. إذا نبارك لكل من جاوب، ونبارك أكيد للثلاثة اللي راح إن شاء الله تظهر أرقامهم على الشاشة من بعد ما يعطينا الأرقام أبو علوي. يلا يا أبو علوي. إذن مشاهدينا، نبارك لصاحب الرقم 99441164. أكرر الرقم مرة ثانية 99441164، ونقول لك مبروك، أنت فزت بجائزة مالية عبارة عن 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. وعطنا رقم اثنين يا أبو علوي. بارك أيضا مشاهدينا الكرام لصاحب الرقم 99223531 99223531، ونقول لك مبروك، أنت أيضا لك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، تستاهل وفي فائز ثالث يا أبو علي. نعم
نعم، صاحب الرقم 994956. مرة ثانية أعيد الرقم 994956. نقول لك أيضا لك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، وتستاهلون مشاهدينا، هذه هي 300 ريال راحت لكم اليوم. ونذكر بالأرقام مرة ثانية 994611164 اللي هو الفائز الأول، و100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. أما الفائز الثاني و100 ريال أيضا 992235331، مبروك. الفائز الثالث أيضا وله 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، رقم هاتفه 994956، مبروك لكم مشاهدينا الكرام. وأكيد فيه سؤال آخر في الانتظار، وأيضا 300 ريال أخرى في انتظار ثلاثة من مشاهدينا الكرام وأصحاب الحظ السعيد راح يفوزون فيها بإذن الله تعالى. ولكن خلونا قبل مع مخرجنا ونشوف سؤال اليوم. أين يقع سيح النعم؟ 1 رخيوت، 2 محوت، 3 وادي المعاول. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. نورس 90937، عمان موبايل، فريندي، هلفوني 90286. إذن رجعنا لكم مشاهدينا، وأيضا نذكر بسؤال اليوم. نسأل عن سيح النعم، هل هو في خياراتنا رخيوت أم محوت أم وادي المعاول؟ إذن هل هو في رخيوت ولا في محوت ولا في وادي المعاول؟ اختاروا أنتم رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على نورس 90937، عمان موبايل، هالفوني، وفريندي 90286، وفالكم التوفيق. وتذكروا كل ما ارسلتوا أكثر كل ما كان حظكم أوفر بإذن الله تعالى. إذن الآن بنياقوت سم طال عمرك، أنا وأنا جاي سمعت من هناك تغرد، ولكن أنت كنت عارف إيش الكلام اللي تقوله؟ عارف أنه؟ ما حد يعرف لغيره، ما حد يعرف لغيرك بروحك، واحد بس كلام بس كذي، شيء من شرق وشيء من غرب ماشيين وركب. يعطيك العافيه، هذا اللي قاله. لا تجيب لي حلوه، لكن صار سؤال اليوم بسيط كنا. ها؟ بسيط، سؤال بسيط كانك مريض. مريض صبر لي قهوه حمرا اليوم بعد الزيت شوي، الزيت ياثر بعده؟ ما نعطيك ام يوم اللي بعده. انزين ومستسهل اشوفك اليوم. شو انت رحت تزور؟ وين رحت تزور من الولايات؟ رحت نزور ولايات، واجد ولايات زرت هنا. وين؟ واجد. وين زين؟ اجيب من هن من الولايات اللي ذكرت اليوم؟ ولا واحده. هي لكن صانع عاد اعرف، عاد السؤال اعرفه. زين. اي. اكيد الناس بعد عارفينه. ما عارفين. بيعرفونه. ما عارفينه، لكن زين بيعرفون. ليهم خبرهم بعد. يقول لك 90 ليلة من بدينا نمشي، نمشي على الله وطاعة الرحمن، ولازم على الكأفر يصلي الخمس، ولا دعينا ديرته ميدان. ميدان؟ هي هاي بعد من وين يبتع بس حسن؟ هذه ها اسمع مالفنها، هذه مالي من زمان. زين قول قول، تعال تلقى بتسمعني شلة ولا بتسمعني شيء؟ مجهز شيء بني ياقوت؟ عاد من زمان ما سمعنا صوت. باقي خط واحد عند تخلصها باكرة تجهز.
زين هات انت سمعنا. إيه لكن عاد ما قصيده هذه. سمعنا هذا اللي متوافق فيها. هذه الرزحه. الرزحه يلا. يا الرزحه توش لكن عادنا بس اشله عاد. ولك تسعين ليلة من بدينا نمشي نمشي على الله وطاعة الرحمن، لازم على الكافر يصلي الخمس ولا داعينا ديرتو ميدان. تسعين ليلة تقول بعد ما حافظني. لا لا حافظني. لا رجعها مرة. رجع رجع. ايوه تسعين ليلة من بدينا نمشي نمشي على الله وطاعة الرحمن، ولازم على الكافر يصلي الخمس ولا دعينك الراس هناك. ها؟ ولا دعينا ديرتو ميدان. اتفضل طبل. يبالا طبل بس انت ما تمشي على الايقاع صح؟ ما تمشي بالايقاع جايبني الحين هذا كذا بالايقاع 100%. اي وبعدين وعد ملحن. ما شاء الله عليك والله حقيقه عيل، حتى يبالها ناس يرزحون هنا يا عيل. يبالك ناس يرزحون. اربعه خمسه تقريبا يبالهم. اي نعم لكن يجيو يجيو الخير يجي الخير يجي. ما ادري بك عاد يا ابن ياقوت مره. في الايام الجايه. اي لكن تو الف عاد القصيد مو مالفنه. ايه وصبر يوم يخلص رمضان. قصيد شعر ولا؟ شعر شعر. مرحبا الله حيهم. كيف الحال؟ مرحبا ساكم بخير. حي الله نصيره. حياك. ها؟ ولا من؟ مشيت من هي؟ سليمة سليمة. لا سليمة وزهية وجوهرة، ايش حالكم؟ ساكم بخير؟ يا مرحبا يا نعودة. الله يعافيكم. الحمد لله. لا وصلتوا ما شاء الله. ما عليه. هذول بدويات ناخذ علوم. بدويات خذ علوم. اي ما يصير. شعرهم فينا. هاتوا علوم. اي ما عندنا علوم. شو علوم؟ ابدا. اخبار؟ الله يحييهم. علوم خبر. ماشي. يكره. الله خير. إيه. قدم الحين حلواك ابن ياقوت. تفضل. تفضل. فضلك بس ما نشرب. ابشر. زين حلوة ناعمة هذه. زينة ذي الحلوة. زين. زينة يا حلوة. ضيقة مناخل. ها؟ زين قهوة. شنو تليها؟ ما تبون؟ احسنتوا. يعطيكم العافية. مشكورين. اي بعد لا تقولوا رحنا هناك ما ضيفون. لا حشي. ها؟ ما بتقولون؟ ما ادري بكم ولا ترى الناس بتنقد خلاص. انا ما اتكلم. ها؟ يطبق كرامه يطبق كل شيء. كيف السيح هناك؟ الحمد لله طيب. ابره؟ ابره طيب. ابره؟ ايوه. القابل؟ قابل. القابل موجوده في ابره يعني؟ ايوه. انتوا هناك ساكنين بالضبط؟ بالضبط. وين؟ وين منها؟ جابل. الجابله. وجوهره؟ قابل كلكم؟ ما شاء الله. بوش ولا رتاب ولا هوش؟ غنم؟ عندنا من هوش غنم الحمد لله. ها؟ كلها عندنا من هوش غنم. يعني رتاب شيء. رتاب وغنم. ها؟ احنا نسميهم بوش ركاب غير. اها. البوش غير ورتاب غير؟ غير ثاني. وش هن؟ ذاك بعير يختلف. وش الفرق؟ هذيك ناقه وذاك بعير. يعني يعني البوش البوش نوق. نوق ورشاب بعران. ايوه. اه ما شاء الله كلهن عطايا الله. الحمد لله. انزين بس الصوت صوتكم ضعيف شوي ترى. اه ما رفع الصوت. ترفع عينه؟ نعم ارفع عينه. بالنسبه خلونا اقول هذه الولايه يعني ابره او باديه ابره تتميز بهاي البراقع. براقع وفيها الباديه. الباديه. ايه فيها باديه ما تلبس برقع. في يعني بالباديه احد ما يلبس. أيوة. وحد يلبس. ايوه. اها. بالقبائل تختلف. تختلف. ايوه. وهل كل مثلا يعني كل قبيله برقعها غير ولا كله متشابه خلاف؟ لا كل قبيله لا برقع واحد بل عاد يسوي برقع صغير وبيسوي برقع كبير. يختلف يعني. يختلف. باختلاف. أيوة. حلو جميل. تحريم كبار برقعهم صغير. اه على حسب الاعمار ايضا؟ ايوه. على حسب الاعمار. ايوه. يعني مثلا بنت شابه يكون غير وحرم عيوز غير. بالذوق. جميل. انتوا الحين في الشباب، في سن الشباب بعدكم. كيف سن؟ نص ونص. نص ونص. وزايد. طيب كيف؟ والله. ناظر نص ونص. نص ونص، ما شاء الله عليكم. انزين. قلنا عن السيح اللي تسكنونه، وانا بعدني قاعد اشوف هناك الجوهره. قاعده تشتغل من يتدخلت وهي قاعده تغزل. غزل هذا جوهره. هذا صوف. صوف. تغزلونه ايش تسوي منه؟ شو تصنعين منه يعني؟ اصنع منه شمال، اصنع منه خروي. اها. واصنع منه
بده ومسوح على التراث. لكن لما تبي تصنعين مثلا خري، خلينا نقول الخري الملون ولا؟ اها كم مرة كم مرة بتسوين خيوط؟ ذاك الملون الأبيض. يعني هو هذا خري. أعرفه. الأبيض هو أول كان أبيض وأسود. إيه. ذي اللي استوي حمر. أول كان أبيض. إيه. بعدين إحنا غزلناه وثلثناه رباعه ولخناه. إيه. سمي ليخ سوطلناه كيها. إيه. وشببناه. سوينا له شبه. ايه. وبعدين صبغناه مرتين ولا ثلاث وتدل اللون احمر استوي. تصبغونه يعني؟ ما يقولون الخيط. لا لا لا. أيوة لا. حلو. اما الاسود اخليه على طبيعته. حلو صح. اما الابيض نصبغه. حلو. زين كم ياخذ؟ سوي يعني منه ياخذ. كم يوم؟ ياخذ وايد. كم تقريبا؟ شهر شهرين ثلاثة؟ لا لا ياخذ زيادة. أكثر؟ بعدين صبغته. تاخذ شهر صبغته. صبغته شهر؟ أول شببته وتم أسبوع وبعدين صبغت الصبغة الأولية تم كذلك وصبغت الصبغة الثانية. وبعدين الثالث وبعدين حاصيته وبرمته. وليش اشتغلت فيه؟ زين عشان كذي هو غالي يمكن سعره مو؟ اكيد اذا كان شغل محلي يعني. يعني شغله هو تعب. تعب صح. شغله تعب. تعب. لازم الشغله اللي هي تعب. لازم يحتاج لها وقت. طبعا. ويحتاج لها ما بنها ياخذ مخفيفه. عاد صلحني من الشمال، صلحني من الخروج، صلحني منها. من النباه. صح. كل ما يستوي من الشعر هو؟ لا صوف دي. صوف. كل ما يستوي من الصوف انتم سويتوه. سويناه. جميل حلو. هاك الشعر لا هاك منه معز، اما يديه مضان وذاك منه معز. هذاك مال الشعر. سوى منه فلاي. ايه. وسوى منه الشمال. وسوى منه مثل يعني ساحه وكذي. مخطوم. ايه ساحه. نعم. سويتي مخطوم لا من الصوف اما الشعر. اشتغلتي في ذا؟ اشتغلت فيه. نعم اشتغلت في غزل. الاخطام وكفال لك من الصوف. الله كلها ما قودات معي اشتغلهم كل يوم. هذا الكفال. كفال من الصوف. هذا كفال نفس هذه. هذا من شعر. ميعاد. شيء شعر شيء صوف. عاد كان من شعر شيء ولا اكثر صوف. اكثر صوف للخيط. ايوه. وازهيه. نسميه خزان. ما هي خيط. اي شغله. غزلت. غزل. غزل. يعني تتسلون انتم هناك يوم قاعدين تغزلون؟ يعني تسلي كذا وانتم قاعدين تسولفون تراث عاد ترى ما حد يقدر يودر التراث ترميسه ايوه حد خادم مثلا لما يشتغل كل نعلم بناتنا وعيالها العيال ما يتعلم البنات نشتغل البنات هاي البنات اكثر ترى البنات اكثر شيء قاعدين في البيت في البيت ايوه وهن قاعدين في البيت ويغزلن مثل هذا السياح الحمد لله راح يدرس السياح تسوونها اي نعم هذا صنع عمان ترى اي صنع عمانيه هذه عمانيه اي عمانيه شرقيه هذا مستورد هذا مستورد ها؟ ايه هذه شرقية هذه عماني كيف عرفتيها؟ هذاك مستورد وهذه عماني عرفتي كيف عرفتيها؟ عارفه وهذاك محلي هذا مستورد هذا مستورد اي نعم صح لكن كيف تفندينها يعني العماني؟ هل من اللون من الصبغ؟ هذا الابيض نعم وهذا الاسود مو اسود ديما اسود وهذا جاي داكن هذا الابيض شو؟ هذا داكن شوي هذاك مستورد مستورد يكون داكن جميل حلو زين انتم ما شاء الله عليكم ايضا هناك عندكم اغنام الحمد لله عندكم اغنام ولا عقدنا في زريبه بس وكذا لا معقد اسرحها ما تسرحين؟ اسرحها تسرحون ولا زهية؟ تسرحون الاغنام زين حلو لما تروحون تسرحون الاغنام طبعا تدورون المكان اللي فيه حياه ايوه علشان ايضا الاغنام تحصل شيء عشب تاكل نعم لكن لو قضى هذاك المكان خلص هذاك خلاص رحنا مكان ثاني. لو كان بعيد عادي؟ بعيد الحمد لله فيه. لحواليكم. وزين لو قضى. ولو بعيد ولو بعيد يحملوا ولا الحين ماشي بعيد. الحين قليل ما يحملونه بنسوي. لا اول. اول كانوا يمشون. يمشون له. يمشون. من الباب طلع ما يمشون. ايوه هكذا ترى نقصد. يمشون. يتبعون الحياه وين ما كان. يتبعون. اي نعم. ولكن الحمد لله اول يعني الامطار وافره والحياه وافره والعشب موجود في كل مكان والحين ما شي عشب الحين شوي قليل شوي قليل يمكن قلت الامطار شوي زين وش تقولون؟ سليمه سليمه خليها تضحك قول وش تقولون لما تروحون شيء هناك يا جماعه الخير استوى هذا يبي سكتي ذاك يبي انا سكته سكتي بر وش يقول وش تقولون لما 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 تروحون انتم ثنتيان ولا ثلاث ولا واحده بروحها لما تروح سرح؟ ثنتيان ارباع او ثلاث ارباع؟ تلاقى في السيح مني تروح بي واحده ومنك تروح واحده، اروح من بيت واحد ثنتين انزين وش يقولون؟
عادي ما راح من دار هالشيخ تكلم اتكلم عن الحيوان حوشنهن ويقولن عنهن تحكن عنهن تحكن عن حيوانهن ايه اللي يقول ابه صح حد يسرح الغنم وش يقول هذاك الحكي؟ هذاك الحكي الحين مني معروف قولي وش يقول زهية؟ يقولون روحي 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 ايوه بس كيف يجيبنها يعني؟ الشلة شلون؟ الشلة والله هي تروح الشلة يقول روحي 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 الليلة داك روحي 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 الليلة داك روحي 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 وخالها ترسكاك روحي 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 صوت وهن بسيرهن وهن بسيرهن وانت تمشي ولا جالسة؟ لا لا امشي تمشي وراهن روحي روحي قوليها روحي 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 الليلة داك روحي روحي وخالها ترسكاك روحي روحي والغنم يرعى والغنم يسير نمشي وحن وراهم وحنت وراهم تهيلي على عمرك لين ما تحصل زين في بعد هناك في شله تقولون انا تن للرعي يا راعي ولا شيء كذا ما اعرف في شلات بعد حق الرعي لا لما تروحوا ترعون يعني ما تقولون انتم شيء بر سليم يا راعي روحي ها راعي ما اقول شيء ما لا يقولون ايش ما يقولون هذا اللي تشلنا هناك يا الراعيه يا الراعيه شيء كذا يا الراعيه روحي ولا يا راعي ايش؟ يا الراعي نوحي نوحي ها يقول يا الراعي نوحي ها شفتي الراعي نوحي عاد ما تحوش الهوش اي ما تحوش تحوش الهوش كيف تقولها؟ يا الراعي نوحي يا الراعي نوحي يا الراعي نوحي حسك دقيق مخلوق من روحي كيف يعني في غير يعني شلتها كذي لحن لحنها غير كذي كيف هي لحنها كيف هي لحنها سليم ما حيدها كل قاعد تلقى عندي ما سمع ما حيدها اقول تكلم علشان الناس يسمعون لان حاليا انا بروحي ما اسمعكم صح بس علشان الناس تسمعكم وش تقول وش تقول زيتي نسيت باكون باكون نسيت زين ذكري يا زهية ما ذكرت شوف انا قاعد انير الحكي منكم احسن تحكينا تيسرني او تحكينا يلا نبي نسمع الشله نحن زين ما نبغى شيء ترى هذا احسن حكي تمثيل عن بداوه عن بداوه اي وش تقول؟ بداوه لا تسال عنها لا الشله ذي شله الرعي ما فهمت يا اخوي الجوهره في كلام يقال يوم يروحوا يرعون والله يا اخوي راح نزلت ما ساعات شيء صار شيء دعيت انا عاد وعد لي كلام كان اول اللي يكونوا يقولون شيء ما اقدر اقول لك روح عن نفسي ما رعيت مال الاوليات يعني مال الاوليات روح ما تقعد عاد لحد ملاك كبار وروح نزلت ما رعيت شيء اما نسوي الهوش لكن غناهم ما عجبه بالصراحه قلت لك وتغيظون؟ شوي يلا نسمع مغايرة يلا غايضة قدام سيدي يلا غايضة وغايضة صوت شوي على وحيدة غايضة وغايضة على وحيدة غايضة وغايضة صوت شوي على وحيدة غايضة وغايضة على وحيدة لا تخيلن منهي على وحيدة لا تخيلن منهي ولا تخيل أن منهي على وحيد ولا تخيل منهي على وحيد وسالم حلو غاوي على وحيد وسالم حلو غاوي على وحيد حلو غاوي على وحيد وسالم حلو غاوي على وحيد صدق يا اخوان صدق الله اذا مشاهدينا الليل توه والسهرة يمكن تحلو خلك موجود فاصل ونعود أين يقع سيح النعم؟ 1 رخيوت 2 محوت 3 وادي المعاول
اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. نورس 90937، عمان موبايل فريندي هلفوني 90286. ما سبن الهوي يا ما تبلاني علو يا ما سبن الهوي يا ما تبلاني علو يا ما سبن الهوي يا ما تبلاني علو يا ما سبن الهوي يا ما رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ونذكر بسؤال حلقتنا لليوم. نسأل عن سيح النعم، هل هو في رقيوت أم في محوت أم في وادي المعاول؟ اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على نورس 90937، عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286، وفاركم التوفيق إن شاء الله. جوهرة،
خلصتي من غزلك ولا بعدك؟ غزل لا بعد شو تغزلين؟ زين حلو. سليمة وزهية. يلا. يلا بسم الله. عاشق. عاشق غني زهية. انا ويا القوس انا بيتي ويا القوس انا بيتي ويا القوس انا بيتي ويا القوس انا بيتي وهبي ويني بسالك هبي ويني بسالك ويني بسالك هبي ويني بسالك عن ناس مبعدين وعن ناس مبعدين وعن ناس مبعدين وعن ناس مبعدين نو حمادين بشكولك حمادين بشكولك حمادين يا بشكولك حمادين يا بشكولك استظمي رعتال واستظمي رعتال واستظمي رعتال واستظمي رعتال. هذه وش اسمها؟ هاي من مزيفينا. تابعة مزيفينا؟ ايوه تابعة مزيفينا. هاي متى تقولونها انتم؟ نقولها في العروسات. ايوه. ويوم معنا حفلات. زين. العرس، عطاري العرس. نبغي تشرحي لنا سليمة. ايوه. عن العرس، خبرينا عن العرس، كيف العرس يصير عندكم هناك؟ عرس البداوة. ايه في البداوة. في البداوة. قدم عرس وهي يستوي عنا. غني حريم يغنن يقعدن يغنن يسولفن يغنن يرحن صوت مش عندي صوت اعلى عن الصوت هذا بس؟ لا كثر صوتي يغني يستي عرس حافل وتك الحريم والحريم في باعه يقعدن يغنن يجيب من اي شيء ومن اي شيء كلمه كلمه حدني بشيء حدني يبلو عنده بس كذي ايوه يعني يختلف كثير عن عرس الحضر اي يختلف عن عرس الحضر في وايد في وايد في وايد في طرب وايد. في غني هزيج افراح في زفه في طرب في زفه وانتم عندكم زفه شلون؟ ماشي ما عندي زفه ماشي زفه ماشي كيف توصل العروس الى بيت المعرس؟ لما توصل بيت العروس ما يروحون المعاريس تروح العروس عند ريثا في بعض الاماكن لا يقول لك يقول لك المعرس يقعد في بيت العروس في بيت اهلها؟ في بيت اهلها الين ما اظن تجيب اول مولود عندكم هذا؟ صح. عندكم؟ يبنى لها ما يقعد في بيتهم، يبنى لها سيارهم، لسيارها الحين. يعني يسوي لها شيء غرفة ولا ملحق؟ يسوي لها غرفة سيارها الحين، ولا عريش. ايه. أول في الدهر الأولي عريش. أول عريش. ما في عريش الحين. أيوه. الحين. يعني يبنون العريش يمهم كذي ويقعد هناك يمهم إلين ما. صح. إلين ما تنجب. على ما أو لازم تنجب، على راحته هو اللي رايحة. هو يشيل العيال يروح. ممكن يعني. أيوه. أيوه. هذا لأنه صعب لأنه يلزم يقعد هو. غيرهم هم راحوا مرتاح يبي يقعد. صح انا يلزم يلتزم بس ما ادري ذيك اليوم حد قال يقول هذا سنه يعني قانونهم كذا يعني انه يقعد عندنا الين يمكن بعض العرب بعض القبائل كذا سن سنه عندها يعني ولا سنه عندهم سنه غير عن تتصرف في عيالهم انت اخذ حرمتك تتصرف فيها اي طبعا بغيت تنزل عند شمال عاد خلاص ما يقدروا يمسكونك هاي حرمتك الحين حلالك حرمتك ايوه تروح فهم انت تبغى لكن في البداية يعني تقعد هناك في البداية يشرطونهم عليك تقعد عندهم فترة كذي معينة ايوه فترة معينة بغيت تعيش انت على طول لراحتك بغيت تطلع عنهم على برا وتبنى روحك بيتك هم ما يخالف انزين تذكرا اول شو يكون المهر وشو يكون الزهبة اللي يبونها؟ ما اذكر زهاب العروس زهب اول زهابة غير وكان في الوقت الاولي يقولون لنا هلا احنا ما لحقنا لا يقولون ما يبون ما يبون هذا ايوه نذكر وش مثل؟ خري خري ها؟ خري صح خري أيه. ودري ايوه ايش غيرها؟ وردي يعطونها سووا لها ورديك كان سباعيه كذي كذا حامله برسم هذا حق العروس؟ اي حق العروس اي شرطوا لها وفضه كان اول في دهرهم اي فضه ايوه فضه الدهر الاولي حلق حلو ودق ومشكه على كلهم شرطون للعروس ايوه انزين وبالنسبه يعني للريال يعني ما له يعني طقوس معينه ما حد اني ترى الريال ما له شغل الحضر في الحضر يسووا له كذي زفات ولا هذا خاص للمعرس تتخاطر المعرس ما يسووا تحسون يحلقون وما ادري ايش وكل شيء له له غنى الحاله هني في الحضر هناك عندكم ماشي مو؟ الحين كله مستوي الحين مسوين الحضر مسوين البدو
اها كله استوى الحين كله مستوي يعني قول التطور الحين كله مستوي التطور وصل حتى في الباديه الخيل لبسوها بعدين الشال لبسوه المصار الحلو لبسوه ايه اول ما كان حق المعرسه لا اول ما كان كان اول لبسوه على قدهم على ايه حسب ايه الحين حسب لا الظروف الحين يدور الخنيار الحين اول لبس الخنيار المعرس الشال كان دورهم نظيفه الحلوه اها تكون اي بعد معرس بعد سليم الله يهداك بعد يروح يلبس وسخه لا يفصل كندوره ولا شو زين 50 ريال احنا يعني المعرس ممكن يلبس كندوره وسخه ولا لا حشي اي لازم يكون يتزين جديده لازم جديده ويلبس بشتنا شال لا ما يلبس لا الشال في حد من البداوة يلبس شال في بداوة متحضر ولابسين شال ايوه بداوة بعدهم بالضبط ما لبسه معنا انزين الحين التحضر او التطور وصل هناك عندكم انتم واصل يعني عايشينه وين تلقوا الحياة احلى قبل يعني في اليوم قبل لا يصل ولا من وصل التطور كل التطور حلو تطور حلو وصلتكم يعني ما في كهرباء واصلت لنا الكهرباء واصلت لنا من الموضه كلها موضه الحراره واصلت لنا موضه البداوه ما نثرها ما اعرف زين لو وصلكم الحظر كذي بتبدرون انتم موضتكم؟ لا ما نودي ما تبدرونها؟ لا ها؟ نقول احنا احسن من البداوه بتبدرون البرقع؟ احنا نقول لا والله ها؟ نقول البداوه احسن طبعا والله نقول سكينه باها احنا نحبها ايه حد الحين الشباب اللي طالعين تاخذون اللي تبونه من التطور حناها احنا اللي يعني الكهرباء والثلاجه الشباب اللي شابين البنات والشباب رايحين معكم في الحضاره انزين والبداوه بعدهم قابضين فيها قابضين ايوه اللي راح للدراسه راح للدراسه الشباب راحوا للدراسه تعرفي البوش ما بغوهن الحلال ما بغوه ايوه الا ما بغوهن لما قبال شويه ويوبك انت ويوب نحن قابضين في الحلال أيوة. الاصغر شويه لافين عنها موضه ال 20 موضه 18 سنه ايوه رايحين صوب الحضاره وخلاص يعني مثل البنات لمن او الاولاد لمن وصلوا الجامعات ولا الكليات شويه يبتدوا يتعايشوا أيوة. مع بيئات اخرى من الشباب ها من الحضر فتلقي شوي شوي يتبعدوا عن البداوه صح ولا لا؟ صح يعني خلاص بتلتغي البداوه بتنتهي هذا ملتغي ها؟ فيها لكن الحين ماسكينها الحين لكن مع الاجيال الجايه ايوه اشوفها بتلتغي كانها لا لا بتوجد. ما تلتغي يمكن عندنا يمكن حد يمسكي ايوه لا ضروري احنا نخبرهم العيال يوم قلنا لهم تم ياخذون من موضه ياخذون من الموضه هذه ومن الموضه هذه اخذوا اخذوا من ذا بس لا تودرون ايوه لا تودرون ياخذون في الجديد ماشيين فيه جديد ايوه في الدراسه ماشيين صح وفي البيوت الزينات ماشيين صح تطور ماشيين حلو وفي البنات لثارا اليوم درسن وراح الجامعه معني ايه ودرسن الجامعه هذه ها ما ودرن نقول لها خدمة هذه ايوه يمكن ذول كندهر نقسن عليها ايوه الدهر ويرجع عليها هذا الشيء صح تروح نرجع لحمارتنا نرجع على الناقه نرجع على شيء صح نرجع على الغنم أيوة. ما نحصل السيارة ما حد يعلم بيكمل الدنيا بترو. يوم بيكمل البترول ليش بيرجعون؟ صح خبرناهم رجعوا على ذا الشيء على بوش مسكوهن الحلال مسكوه صح الحمال اللي نحتاجه اللي بين عيونه بيقبضونه صح اول في الدهر الاول يسوي له شبكه مسكيون الحمال ومسكوه ودبوه وربطوه وراحوا عليهم استفادوا استفادوا منه روعوا عليه يابوا عليه ماي يابوا عليه هكل راحوا عليه بلاد نعم وراحوا على الحمار استفادوا من الناقه استفاده نفس الحال الناقه هدبوها الحين الشباب الناقه ما مسكوهم بعضهم ترقص عليهم احنا الاولاد نروح نخاطم الناقه ونخاطمها ونجيبها ونجود عليها انت بروحك؟ انا روحي بالله عندي 10 بوش وركبتي؟ اركب الحين في الدهر الحين من 5 سنوات ما ركبت ما شاء الله ودرت ركوب ودرت كل شيء وين تروحين بعيد ولا بس لهنا؟ اروح يوم اللي حاي ما شاء الله اروح عند اهلي وامشي تروحي على 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 الناقه اروح على الناقه وزيها لا مركبتي ما عندي شيء لا لك ركبنا الناقه وركبنا الحمار كل الاحمر ركبناها صح ركبتوا حمير نروي عليها تروون نروي على طاري تروي القرب هذيك القرب تشوفوها هيك نرويها وبعد باقي معنا بالله عليك ما احنا الثلاق والقرب ما احنا ما نقدر عن هذيك هذيك تعرفوها من وين؟ ما نعرفها هذه جايت لنا نحن من حي من بنجيب لك حين قربتي يا مولايتي بنجيب لك قرب حتى لو بغيت 10 من عند مهيله أيوة. من حي ما يحتاج تروحي روحي برا بنجيب لك قربتين ولا قربه بالله عليك بس خادمينه حق الطوي حقتنا ذي ايوه هذا حقيقي يلد حقيقي ولا حقيقي ايوه مدبوق الطوي يا بنت الحلال لا تقربين هناك لا لا بقرب لا هناك تقربي بيدب من الطوي لا تقربي انا اخاف لا تقربي هناك تهوين تحت لا لا ما طلعت ما هو هناك ما ادري بس عارف
اقول هذه متعودين عليها متعودين عليها؟ بس ما متعودين تنزلوا اول تحذي الطويل لا ما نزلت الطويل ولا والدتي الحين من 5 سنوات ما نزلت الطويل اول كانت والدتي تحفر الطويل تحت تروح اول نيزر نيزر يزار يزار عندنا الحمار ولا بعيد نيزر يوم مني الله بالتوبة اقول لك يوم كيلو الله بالتوبة ما شاء الله الطويل الطويل يوم الطويل الطويل اي نعم رشيء نسوي فيه رشيء ونقبضه في العيد ولا في الحمار لا حول وروح بالدلو اوقات يقوم عميقه وايد يعني اضطر اطلع عميقه عميق عيد ما تلوم ما تقدر تطلع ما فيك هبه زين اول انتم يعني تروحوا في طوي مثلا في الـ 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 الفريج هذاك اللي ساكنينه سيحان وانتم قاطنين يمكن في طوي واحده ولا طويين وحده وتروحوا ترون منها نروي من هي ونسقي بعيده ازد اللادي معناها 100 راس اوف يوم 100 راس ازد وكل العالم من هذيك الطوي كلهم من هيك الطوي عيل توقفون طابور طابور تتريوا الى ان يخلص فلان لان يخلص فلان وحد لا انت شليت بدلوك وفلان بدلوه كلهم بدلوه حد بدلوه كلهم يدلو بدلوه ولو الطوي الطويل قلت لك يزروني الحمار ولا البعيد ما شاء الله يزروني قلت لك مسافه طويله طويله مسافه علينا تطلع الدلو من طلعت الدلو كبت في الحوض نكسر جت حلاله خروات وكان رويت رويت في قلبه حلو زين بسالكم الحين قلتوا انه وصل التحضر وصل الحين والكهرباء وصلت الحمد لله ها؟ 14 مخليهم الطويان ويبن 100 لبيه هي الحين هي الحين لكن انا سؤالي بعد غير يعني قبل يوم ما كان شيء كهرباء ما ادري يمكن انتم لاحقين عليه ولا ما لاحقين ما اعرف لكن يوم ما كان شيء كهرباء كان الذبايح يذبحون سواء للعيد سواء لحد ضيف ممكن ما كل الذبيحه تسوى يبقى شيء من الذبيحه لا يوم الضيف يوم الضيف كلها خدمه الضيف لكن يوم تذبحون يوم تجي انت ضيف ما نقصه ما نقصر واحد تسوونها كلها؟ زين بشوف انا يوم اجي زين تفضل تفضل ضيفك ما تكرم انت ولضيفك لكن جاي عندك ازيد من 2 3 يذبح لك راسين بدال الراس ما شاء الله عليك وبيطبخ لك كلها مخفوقه زين خلاص خلاص كرم 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 خبرك عن العيديه العيديه ما نبغاها في الثلاجه أنا هذا سؤالي ذبحناها حضرناها في الصينية شرحناها أيوه رطحناها احنا نسموها أنت تسموها شريحة الشريحة احنا نسميها رطاحة رطحناها ويوم واحد معني عليه ما طلع عنه نروح عند ذاك البصير نقولها رطح اللحم ذي بزرناها وملحناها يعني في شخص في شخص في يعني شخص من عارف عارف هذا الشيء كان حرم وكان ريال وكان ريال ايه وكان ريال حد من اللحم يلخمه يضيع اللحم حتى يوم تملح يروح يضيع لازم نخلي هذيك مشرحة كذي موقف وتعلقونه في الحبل؟ علق على المشاكي شفنا المشاكي توقف كذي وتوقف في المشكاه وشرحت في السمر علقت في السمر تعلقونه في السمر؟ اي السمر علق في السمر وتي بس وعادي في اي وقت تبونها وقت ما نباها ابنها هم يبست علقناها فيه ونجي انزين وخلينا ليلتي تنتهي الحين رايكم غموس غمصنا لك منها ايه رايكم رايكم افضل ذيك اليوم ولا الحين يوم نطلعها بالثلج جامده؟ ثلجها من الثلاجة أفضل الله بالتوبة أقول لك أول أفضل أول تلقي فيها لذة أحلى لذة نعم الحين هذا الثلج حتى خلاص يعني لذة اللحم طلع الحين تابعين الراحة تراني الحين تابعين الراحة إي ترى هذا هو مو بعد الراحة وبس والعيز بعد صدق أن العالم أصح أول إي طبعا أول أصح نعم أصح هذاك 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 شيء طبيعي شيء طبيعي كله طبيعي اما الحين لا من اللي فضل والكرش الحين الكرش عقونه عقونه الكرش انقصه والمصراني عقونه وكل عقونه وراسي عقونه راسي عقونه الحين بعدني ما نعقه يبردني الكرش وغسلناه ونظفناه غسلني المصارين وقصصناه وخدمني مشاكيك منه معاصيب نسميه ايوه ايوه بزرناها وعلقناها في السمره حلو ولا الحين في البيت ما شاء الله وبعدين يجي عليها الدور تاكلون يذوق عليها الحلو ايه نعم لا الحين يقطون الحين هني بدي الحين قصصناها في اللحم خلاص الحين ما فيهم بارض الحين اصبح ايش اصبح الحين الكرت محدث اللي يذبح الشباب الحين خصوصا يعني اللي يذبح اجنبي عرفتي ولا وديها المصلخ بس مصلخ الحين ودي المصلخ رحنا عيال في المصلخ بونا ما بيشاورك المصران قطع على صوب وما ادري ايش قط الكرش قطع على صوب ياخذن حقه هو انت عيالك ايوه دربتهم يذبحون عيالك انا بروحي اذبح لا انت روحك عيالك ولدي ولدي حميد احنا وعيالنا مدربنا يمسك يمسك معي انا اذبح وهو يمسك ونعذبها هذيك الشام
لا تعذبها خلي هني هو يعربها يسوي يعربها بعد يوم تذبح تكب زينه انا اذبح تذبح تكب زينه لازم يعربه تكون تروح في الراس انت تذبحين سليم الحرم اذبح لو ما عندي ريال صيح حرمه ثلاث صيحات وما عندي عرب يعني بذبح ما شاء الله عليك يعني اذا ما عندك ما عندي ازقر ثلاث زقرات ميني ريال بذبح تذبحين بروحك ايوه اذبح بروحي وإذا كان فيه موجود ريال كان موجود ريال يذبح الريال يقوم بالريال ولو سن صبي صغير اي تقطع يعرب قبضي السكين وعلمي وين يجرها يعربه ويذبح ما شاء الله عليكم زين حلو حلو الحين حلو وايد شو رايكم نغايض قبل لا نطلع؟ براي يلا الحين ما ستمر بجيبين شو مغايض خلصي العرب بيجيب اي مغايضة؟ هاي هني حبي كوس قايلين نحن حبي كوس؟ ايوه نحن هاي كيك يومتين جبناها اه لا خلصنا خلص العرب لا تضيع حلقتنا كذي سو علشان بنطلع نستريح شويه بعد ما نطلع نستريح مره احسن اي احسن يلا بسم الله هاي سيدي سيدي يلا ما راح لك يومتين بس خلاص ما غايضنا احنا اول زين جيبي الثاني شله هذيك الثانيه ما شاء الله اللي انت تقولينها هاي يا بيبي مو هات امريكي وايد عندي خلصت ضيعت المهرجان علي انا تحيدي يا رستم بعد الثاني مره برد هدا ايه هي هذيك هدا ايه هي هذا الكوس محبيه ايه مزيفينه كانها نوي الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي وهبي ويني فسال تهبي ويني فسال لك هبي ويني فسال لك هبي ويني فسال لك نوي الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي ويا الكوس لنا بيتي وعودك طويل ونايف عودك طويل ونايف عودك طويل ونايف عودك طويل ونايف مربوعين ما بقى صير مربوعين ما بقى صير مربوعين ابقى صيد مربوعين ما ابقى صيد وروحي حولك هدية روحي حولك هدية وراحك حالي هدية وراحك حالك هدية لي كان الهدية تصير وكان الهدية تصير وكان الهدية تصير وكان الهدية تصير نوى سالمين بشكولك سالمين بشكولك يا سالم بشكولك يا سالم بشكولك استظلمي لعتل واستظلمي لعتل واستظلمي لعتل واستظلمي لعتل وحني يا روحي حني وحني يا روحي حني وحني يا روحي حني وروحي حني وحني يا روحي حني ولا تفعن بالعينين ولا تفعن بالعينين ولا تفعن بالعينين ولا تفعن بالعينين خلاص خلاص يعطيكم العافية يعطيك إذن مشاهدينا الليل توه والسهرة محلوة خلك موجود فاصل ونعود أين يقع سيح النعم؟ واحد رخيوت اثنين محوت ثلاثة وادي المعاول اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة نورس 90937 عمان موبايل فريندي هلفوني
9-0-2-8-6. علم قبل يشبه شبيهم صفر
إذن رجعنا لكم مشاهدين الكرام، ونذكر أيضاً بسؤالنا للي ما لحق يسمع السؤال. سؤالنا عن سيح النعم، أين يقع سيح النعم أو أين يوجد؟ هل في 1 رخيوت، 2 محوت، 3 وادي المعاول؟ 1 رخيوت، 2 محوت، 3 وادي المعاول. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على نورس 90937 عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286، وفاركم التوفيق. سيح النعم تحيدونه وين يدور؟ سيح النعم تحيدونه آه؟ إلا يومكم ترى. إلا يومكم. ما تحيدون؟ سالم ضيوف جاي. مرحبا. مرحبا الشيخ، ايش حالك؟ طيب. يلا سالم، ايش حالك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. صام، ايش حالك؟ عساك بخير؟ يا مرحبا بكم. يلا. تفضل. ها؟ سيح شو؟ سيح النما؟ لا مو بالنما، سيح النعم. سيح النعم. ايه رخيوت ولا محوت ولا المعاول؟ لا لا مصاب رخيوت فيها بالمعاول. رخيوت لا ما فيها. بين رخيوت وبين رخيوت ما فيها سيح. زين هذيك حدرة. وش الماء؟ ستة. فيها بدو؟ فيها بدو. آه. ما له بدو. فيها بدو وفيها وفيها ساحل يعني. زين فيها ما فيها ساحل. فيها ساحل محوط. اه. محوط ساحل كذا. زين. شو اخبارك يا سالم؟ الحمد لله. عساك طيب؟ بخير. شو اخبارك؟ الحمد لله. حسام وصلت ما شاء الله. وين الراس اليوم حطيته؟ راسي يعوره. راسي يعوره؟ زين ما شاء الله. علوم؟ عندك. ماشي يا علوم. ماشي اخبار؟ ماشي. الله يحييك. ماشي علم. ماشي شو خبر؟ غير الخير. حياك الله. حياكم الله. يا مرحبا. تفضل تقهوى تقهوى. جوهرة بسألك. تفضل. زاد فضلك. بالنسبة لهذا الحليب حلبتي جوهرة؟ اه عمو. ولا ما لحقتي؟ لا حالبة. حلبتي؟ اه عمو. ركاب ولا بقار؟ ركاب نحلبهن وبقار حشاك نحلبهن والهوش نحلبهن والجعد نحلبهن. ما شاء الله كل شيء نحلبه. زين وش صنعتي منها الحليب؟ نصنع منها والله نسوي منها روبه نسميها حن. اها. ونروبها. ايه. وندحي الصباح السقع ونطلع من الزبده. ايه. الزبده نطولها بحوالي 3 أيام 4 أيام 5 أيام على حسب يوم لبن اللي مسوينه. ايه. ونكذه نسوي سمن منها. نعم. كيف تسوي وش تخلطي لها علشان تطلعين السمن؟ السمن شو اخلط له؟ لا يعني وش تسوين علشان ظهري سمن؟ خبرينا. اخذه خلطه في سقا. اول كان سقا يلوط والحين الحمد لله تطور الحين يسوي سقا حديد. ايه. وكرهب. اول كنا من زمان سقا يلوط نسوي. يلوط اه. يلد. يلد السعن مال شي ولا مال حشاك قاعده. آه. ذبحناها ودبغنا. هذاك واحد. ودبغناه. عندنا واحد. من مثل ذا. اه. ودبغناه. اه. وخرزناه. نعم. آه. وسويناه سقا. تمين ندح الحليب اللبن داخل الروب. انزين يعني روبناه في الليل والصبح دحينا داخل السقا وطلعني من الزبده وقشدناها بعدين من ظهرت عاد استوى. وتاكلون سمونه سمن محلي؟ سمن محلي نعم. والحين اكثريته تشترون زبده؟ نشتري الزبده من السوق اكثريته. خلاص الحين حد من حد باقي بعد من الثلاث الاول وحد واكثريته في باقي شيء. آه. من العيايز. اه بعد لا زال يسوون السمن العماني ولا اكثاري اكثاريته من السوق. الكيلو ب 10 فاصل. زين يستاهل؟ يستاهل. ها؟ سمن العماني يستاهل لان هذاك شيء محلي. العماني طبيعي صح ولا لا؟ ولا ما تعرف سمن ايش؟ ها؟ وهم حاطوه في الثلاجه سنه، حاطوه 6 شهور، حاطوه سنتين، كيف ما تعرفه؟ تعرف هي جوهره؟
احنا وش اللي قاعد يمرضنا؟ الا هذا اكل الثلاجه وغيره. صح ولا لا؟ لا لا صحيح. يوم اول ماشي ثلاجه تشوفين الشياب. اول يوم يشربون حليب وياكلون لحم. نعم. وسح. ايه. وينشرون سووا رياضه ونطلع نتسلم. ايه. ما احد راح يسمع فيه ضغط ولا فيه السكر ولا فيه اي مرض. ويمشي ويشتغل. ويمشي الحمد لله ويشتغل من الدار للدار. ويعامل سمانة كلهم واليوم بتلقاه هو 20 سنة. أيوة. ويشكي كم مرض فيه؟ في سكر وضغط وغيره. سكر وضغط ولا عود نهدي ولا تشكل عليه. قلة الحركة. كله في سيارة ولا. قلة الحركة شيء. ومنى ما تقول شيء. نعم. ما تقول كلها كمعويات. أي والله. وكلها مسكرات. ما شاء الله. زين. وش رايكم الحين نخلي الرجال هذاك اللي جاينا بالعود ومعاه الايقاعي يسمعونا كذي اغنيه حلوه، ايش رايكم؟ راي ها؟ مره سليمه؟ يلا تفضل. طيب نسمع اغنيه ولا ما نسمع؟ نسمع. يلا عيل نسمع من الرجال. يلا سالم. يلا تفضل. طبعا وش بنسمع سالم؟ وش بنسمع؟ والله بنسمع وطنية. وطنية. كلمات مرهون الدرعي. كلمات؟ مرهون بن مبارك الدرعي. نوجه تحية للشاعر مرهون. والنبي والله. صار. يا عمان
حضار رايتك بيضة والعلم خير عنوان سفن والخنجر يرفرف شعار. تسلم تسلم يا سالم العافية. من قال الله يعافيك. وتحية أيضا للشاعر مرهون الدرعي على الكلمات الوطنية الجميلة. جزاك الله خير. لكم العافية. الله يعافيك. أيضا ترى سالم مو بلا مطرب لا مطرب وشاعر وشليل. ها؟ الله يسلمك. زهب عمرك بعد شوية. والله الشلة ما محضرين شيء. ماشي يعني حافظ؟ إن شاء الله حاضرين. بيك بعد شوية خليك ترتب حالك. إن شاء الله. زين؟ برجع له ايوه برجع له برجع له. بناخذ فاصل مع سليمه ومع زهيه ومع الجوهره. ها؟ خلا يلا بسم الله مع سليمه؟ يلا شابكه. زين سليمه ها تفضل. نحن قاعدين نتكلم عن مع الجوهره قبل شويه عن اللبن واستخراج السمن. الحين بنعرف وش الاكلات اللي اكثر شيء تشتهرون فيها اللي تسوونها هناك غير عن العيش. طيب يعني في اكلات هني مثلا يسوون هريس، يسوون عرسيه، يسوون خبيص. فهمت علي؟ زين. ايوه. اقصيت؟ اه؟ اقصيت انت خلصت؟ اه. اخبرك انا؟ اه. وخادم العرسيه؟ اه. وخادم الخبز الفريد؟ حلو. باللحم؟ اه. باللحم ولا بالدقاق؟ ما يستدعي اسمك. الان خادم فريد نسميه. فريد اه؟ فريد فريد. فريد انت تسميه. حلو. حالتنا تختلف. هو. فهلتني من الهري وخادم اللحم ايه بالقبولي حق الضيوف ايه. احنا الهري تنخدم مثل العائله ايه وعرب الضيوف هم الضيوف وخادمهم حن العيش واللحم. نعم. ويوم ضيوفهم من روحوا والجماعه وخادم ظهيره بالسمك ايه بدي على الطرب هناك ليكون حسب الضيوف اللي معنا ايه. وقت لا وقت وقت مثلا الصباح وقت الصباح ما في اكلات معينه تسوونها كذي؟ نسوي اكلات معينه مثل ايش؟ خادم خبز على قولك بالفريت وخادم القيمات على الإيداد الحينة. اها. وخادم سيوي بلاليط. اها. على كل خبيص. قرص على النار. اه قرص على النار. تسوونه قرص على النار. اه. وش مكوناته؟ مكوناته من الحلي من الطحين. والماي والملح. ايه. والسمن. ونقمص الحلي. بدون بيض يعني. من دون بيض. لا قرص على قرص. لا قرص على قرص. قرص على النار. اه قرص على النار. بس الملح تسوي له وماء. اه. حلو. الطوابي تسوونه؟ لا نسويه فيك النار بس في النار كذي عينه في السحله ايه؟ بعدين رطحناه كذي ايه؟ رطحناه فوق النار قلبناه بعدين مليناه في الرمبه تشوف فيها اها بعدين طبخنا عليه طلعنا الاقبال منه جبنا له ونيه ودقيناه فوقها بعدين حفسناه غريبه بعدين حفسناه باللبن ولا بالصالونه عادي كل شيء حفسه يطلع لذيذ هذا حلو على حسب ها على حسب اللي يسويه يعني اذا سويته سليمه غير إذا سوته لا تخدم خدمة زي غير لا خلي خدم رقمه خدمة خدمة كله خدم رقمه ما خدم كله تقول بالخدمة بالبيض خادمهم قراصات صغار قاوط لهم بيض لا غير خدمة ثانية هم خادمهم قراريش صغار تقول حق الريوق حق الريوق يختلف ريوق البيت ما خفيف خدم خبز خفيف الحمد لله على طول عمر رمضان كل شيء الخير في أضنا متوفر كل شيء متوفر كل شيء الأكلات الأكلات ما راحت تاكلي تباها راحت تاكلي تباها لكن قبل كان الفر ما موجود سح قبل أول كان سح وحليب سح بعدنا الحين سح واللبن سح واللبن الحين اللبن احنا سح ما نقدر عنه لا زال أول الأكل ناكل السح حلو يا أبو ولد كل ما خلق السح وشلنا فوقه شوية حليب يا أبو ولد صحن حلوى وصحن أرطب وصحن سح وين تبون؟ في السح وفي الرطب. انا عقب باكلها، واكل فواكه عقب. الحلوى اخر شيء. الحلوى اخر شيء، متقدم السح عليها. صح. ورطب، هلا متقدمه. شو من السح؟ شو من السح اكثر شيء تطربون له؟ كل شيء نطرب له، الخلاص ناكله. اها. الخرايف الحين كلهم ما عندي معقودات. انتم تشترونها من وين تجيبونه؟ الحين زارعين. اه زارعين؟ ايوه. شي عندكم زراعي يعني؟ زارعين. زهية؟ شيء نفس الشيء؟ الحمد لله. عندكم زراعة نخيل؟ الحمد لله. حلو. في بلاد عندنا ما شيء قربنا هناك البلاد شيء يعني لكم مكان في البلاد وهناك موجود في زرايا جوهره نفس الشيء حلو انتم تحضرون مكان كنا في الزمان الاول نحضر وين تحضرون؟ نحضر سناو؟ لا نحضر صديره ما نحضر سناو اه صديره نحضر مضيبي اه صح ما نحضر هناك جميل سناو ولا جميل حلو والحين من 10 سنوات ما حضرنا ما تحضرون؟ لا ليش؟ واصلنا خلاص يعني واصلنا الكهرباء طول عمرنا واصلنا والسيارة تجيب لنا اول قلت المشاي ما تجيب خرافة تروح بيها يلا فاكهة نجيب الحين الثلاجة بتلقاها تارتة
من وصلت السيارة والكهرباء وهذا والثلاجة انتهى عاد ما يحتاج تحضر المكان والمكيف شغال كل شيء شغال الحمد لله رب العالمين والبداوة نباها بعدنا أي والله نعم ولا لا كلهم متواصلين معنا متواصلات معنا كلهم الحمد لله رب العالمين هذه أيضا نعمة نعمة لما عندي شيء موفر لها راتب طول عمره ما دلتها معاشة نعم الحمد لله رب العالمين والشوارع وصلت لين فرقانكم طيب ولما وصلت الشارع طالف في الشارع اي نعم الحمد لله الحمد لله ما هي قصور بر لا بنسمع شله شو رايكم؟ نسمع شله من سالم يلا بسم الله نختار حب نحس سالم نشجع صوته جميل جدا على فكره وايد حلو تسلم يا اخي تسلم راح الزمان الاولي راح وراحت ليالينا الجميله وتبدلت من عقب الافراح بهموم وايام مليله اللي بنيته كله انزاح من حب ومودة طويلة بس باب من عني ترى راح خلاني بعيشه مليلة الغر نجيب وطرف ذباح لشيفته تحيي جتيلة ليتك تشوف الحال يا صاح من عقبك من هد حيله وسلامتكم والسموح على صحتك العافية يعطيك العافية سالم الله يعافيك جميل حلو بالنسبة للسكون سكون قبل سكون الحين أول عرشان أول 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 عرشان لحقته لاحقين تحت السمره لاحق السمره ما شاء الله عليك لاحقتني السمره انزين معلق ثماني الخري والدري تعلق هنا امي السمره ونخيم كي نسوي ظله خفيفه الظله تسوونها كذي عادي يعني بحاجز خفيفه بالحاف حسب بالحاف اي كان باقات عندنا اول مثلا شيء على الشمال انزين والساحه تعلقها الوالده وبعدين سوينا العريش عريش خفيف هذا اللي ترى كانت اول تسويهن جوهره لكم هون هي اللي تحون لا لا جوهره تسويهن حن يدود ويدود جوهره خذتها الحين جوهره اخذتها جوهره تاخذ البديل احنا ماخذين بديل حلو حلو اللي مخلين الجوهر والغيره الحين كل الناس تخدم حلو ايوه حتى الحضاره يبنى يشتغلن بس ما يتقنن يمكن لا يتقنن تقنن اقدمن ما شاء الله حلو زين هم تعلموا منكم شيء انتم تعلمتوا شيء منهم انت تعلم كل شيء خياطن تعلم حلو موجود هاي الحرمه تبي خدمه وش هذا لك العدد؟ خلنا سياره خلنا موتر قلت اني ما يحتاج شيء يبين حن يبين من سح يبين من كل شيء ما شاء الله وخادم من ميداليات خادم خادم من كل هذا هراوي هذا وش فيه الحين داخل الكيس وش هناك موجود بتشوف لك الحين بتشوفه هراوي صنع لنا صنع في دارنا ما شاء الله اي غربة الناقة غربة هي ميول نعم هاي ميدالية هذه بروحك صنعتها انت؟ اها اي صنعتها ما شاء الله عليك زهية اي زيارها اها شوف شفت شلون؟ اي صنعتها مرات اي شيء تبلغ وايد يا سلمى ما شاء الله عليك والخيط صانع زهية بس هديك خلاط خيط احلى عن خيط هذا كفال؟ خيط شعر مالي زين هذه خدمة زهية هاي ميدالية يوم تبغى فيهن الشامي وعلوي خذ الميدالية ابو علوي سالم خبرك الحين طب الميدالية نكتب فيها اسم ورقم تليفون نكتب عادي تكتبون فيها بالزري الاسم ورقم التليفون اسمك ورقم تليفون اما تكتب بالانجليزي بالعربي نكتب بعدنا بعدكم الله عليكم يا جماعه ما يصير كذي اذا هذه ميداليه ممكن يكتب هنا الاسم والرقم بالزري يا بين بني فنك ما يبنها وكاتبين صوب عبان وكاتبين وايد ما شاء الله حلو عايل هذيلا يعني على فكره احنا نشوف هذه الاشياء لما نسافر على كميات ين معنا ها كميات لا يطلبونهم علينا الحين ما ايه بالكميه ايوه بالكميه هذه متى تعرفي متى الزينه هذه المطلوبات علي سليمه 30 حبه غير مكتوب فيهن نزوه ما بغيت يمكن حق مهرجان ولا شيء معين كذا مكتوب نزوه حق اهداء زين تعرفي هذا متى زين
هذا زين في وقت المهرجانات. ليش ما تشتركون؟ يوم يكون مهرجان مسقط مثلا، ها؟ تيو انتم مثل هذا تيبون وتكونوا جاهزين مسوين في اسماء صح. ولا تسوون ذيك الساعه الاسماء؟ لا لا يوم قبل قبل طلبت أيوة. الطلب ما خدمه زين جهزوا فين اسماء معينه الحين عادي الحين خدم حق البيع من بيع ايوه جهزوا فين اسماء معينه بدون ارقام هواتف عارف مثلا عارف وخلوهم لما اشوف اسمي هني مكتوب محمد حمد ابى اخذها اول لقيت اسم فلان ابى اهديه بشيله صح ولا لا؟ صح فهذا حلو جميل يعني هذه اول مره نعرف ميدالية اي والله انكم تسوون هذه الاشياء الجميله كلنا نسوي الحمد لله رب حلو وهذه مال ايش هذه؟ هذه مال بعير هذه حق البعير صح زينة مال بكرة غير بعد اي مال بكرة هذه مال بكرة خفيفة اها شوف مال بكرة هاي حق البكرة هذه قلادسة قلادسة ربقة هذيك ربقة هذيك الربقة هيك عندك هذا الربقة لا لا هذيك هاي قلادة وهاي قلادة ما شاء الله هذا خيط حق راسك تسمونها هالشرقة يسمونها هديلة حد يديله وحد كفال وحد خزام لا 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 هذاك كفال اي هذاك بس حتى هذا يطلقون عليه خطام يد هنا يطلقون عليه كفال ما شاء الله هذه صناعه محليه يا جماعه يا بينا احنا محليات صناعه محليه يا بين محليات الشكل هذه بالله عليك ها وعاد نحن الحين بنساوم فيهن وبنبيع وبنبيع على الهواء بيع الهواء لا بيع الهواء كم كم قال ها هذه صاحبه ما ادري المال ما اقدر اتعارض كم رسم رسم يلا لا عاد عاد قولي قولي بالسماء بتبيعين البيع كم قال قال ابو علوي خمسه حد يزيد انا ابيع ترى وعلى الهواء لازم تدفع يا ابو قول انا بالسوق انا دافع اي والله لكن على فكره جيت ما منتفع البيت قلت ابغى اشتري هذا السماء انا ما نقول لك نشل في السوق نشل الدلال يشل علي هذه اها اللي نادي في السوق ايه شليت انت كنت وصلت زبونك ريال انا زابنتك صح حلو حلو احنا ما نزابن يا اخي انزين اقول هذا تقريبا كم يصل قيمته؟ توصل 30 ريال هي ولي هذه هذه هي ذيك جميل يستاهل يستاهل 30 هذه مقدمه اي لانه شغل شغل يد وبعدين ما شاء الله مطقون يعني ما شاء الله تقول غير ماكينه يشغل احسدكم الحين لا تحسد لا 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 عيني 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 مو بحاره لا بارده ان شاء الله الله يعطيكم العافيه تستاهلون هذيك الميداليه بتجلس على صوب ما بتروح ابو هناك بتروح صوب اذا مشاهدينا ليل توه والسهره محلوه خليك موجود فاصل ونعود اين يقع سيح النعم واحد رخيوت اثنين محوت ثلاثة وادي المعاول اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة نورس 90937 عمان موبايل فريندي هلفوني 90286 هلا يا غارب ويا هلي عن صاحبي وبطلوا يا غارب ويا هلي عن صاحبي وبطلوا I'm
إذن رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وسؤالنا عن سيح النعم، هل هو في رخيوت أم في محوت أم في وادي المعاول؟ اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على نورس 90937 عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286، وفالكم التوفيق إن شاء الله. رجعنا لكم مرة ثانية، وين الإقفال؟ هذه سميناها، وش سميتيها انت؟ وش سميتوه؟ يديله سميناها. يديله؟ زين خليها، زلي عصوب، زلي عصوب. ما بيطلع من المكان. بس ما بيطلع من ذي اليلسه. خليها في يوصل. ها؟ بس ما هي مشكلة. براية؟ براية. ايوه هي. زين اليد بعدها ما خلص يا جوهرة؟ لا لا ما يخلص حبيبي. يباله؟ يباله. تعال هو بتوعد. ما شاء الله. خلص بس له ساعة أو ساعتين. تعالوا يوم كامل ولا يومين؟ يوم كامل ويومين. ما شاء الله صدق انها غزل. لا غزل صيح صيح كبير. صيح حلو. يا ريت لو جبتي لنا شيء جوهره من اللي صنعتيهم. وايد عندي وايد. طيب ما ادري ما كنت خلنا في موحه قلنا لكم ننزل في الشنطه كل يدي. وايد يبين منه. نعم حلو حلو. يبين منه. تروحي تودي في سوق اليمعه؟ كل حاجه. ها تودون البيع؟ منه؟ ودي ودي. ما تودون؟ مخلاي 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 النهي مفتوح حتى النهاية. مفتوح لكم؟ الحمد لله. مثل الجمعية؟ مثل الله؟ مال الحرفيات. مال الحرفيات. حلو حلو. هذا للحكومة. للحكومة. حلو. وتروحوا تبيعون هناك. تعرضون هناك. نعرض هناك نعرض. تطلب مثلا الاغراض اللي يبونها. ولا مثلا انت بحاجه اداريات. تصلوبنا جد يمكن الله تصلوب. مال الحرفيات. مال الحرفيات. يتصلوبكم تعالوا يبوا الاغراض اللي مسوينها. ويطلبوننا الاغراض. المطلوبات يعني المطلوبات عليهم. المطلوبات كل شيء اللي مطلوب عليهم. كل شيء مطلوب عليهم. هم غير ما تعرفي كم مكتوب 3000 حرفيه. ما شاء الله. منطقتنا احنا خل نزوه وخل داخليه. 3000. ايوه. الحريم. الحريم. ما شاء الله. غير العرب. حرفي نوب العرب حرفيين. والله حلو جميل. يعني اذا معناته مو مهمول هذا الشيء. لا لا الحمد لله. قبل لا موجود موجود. الحمد لله جزاها الله خير ما قصرت. نعم تحت النهايه وفاتحه تشجيع هذا ايضا تشجيع لهم وقعهم وسوي لهم وقال صاحب الجدار لا تصدرون خدمتكم الاوليه. صدق صدق ما تنسونا عشان كذا هو يشجع ودائما ينادي بالتراث والموروث. ها ما نتركه احنا ما نودنا احنا ما نسيناه. اي والله عيالنا نسمع والوالدات كلهم خدمة. من بتسمع منين؟ من بتسمع منين؟ من بتسمع؟
وش رايكم؟ سالم؟ من سالم؟ يا الله من سالم سالم. هو سالم عسى سالم. آمين. تعامله ايزي بلا في زهي يروح والشفره انتهى
يعطيك العافية يا سالم. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعامله هيزي بلا فيزا يروح. الشهرة أنت والحسابات سهل. والحسابات سهل. كلام؟ كلماتي هذه. كلامك هو؟ كلماتي ولا ما شاء الله عليك يا سالم. يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه الموهبة الثالثة. شعر. الحمد لله. غنى. شلة. وتلحين. الحمد لله. شامل سالم. شامل مرة. عندك فرقة؟ لا والله أنا بروحي أغني. يعني مشترك في فرقة حماسية ولا؟ لا لا. ما كان عندكم في فرقة حماسية في السلف؟ في كانت بس خلاص طلعت أنا. طلعت منها؟ إي نعم. ما يشتغل أنا الفرق الحين؟ والله يشتغل أنا كنت في فرق ترى بس مواسم؟ هي. شغل مواسم يعني؟ إي الحين ما جايب أهمها؟ في رمضان ماشي لا. في رمضان ماشي طلع. صحيح. نعم. الله يعطيك العافية يا سالم. الله يعافيك. تسلم. احنا نتكلم عن عن قبل ايام عيشة السيوح ما في كهرباء الناس هذه كيف يقضون يومهم بالليل المساء بالليل يوم يبعثوا يوم يقضون يعني لا رمسة رمسة شبوا الضوء ورمسوا عليها هذا وقت البرد هاي وقت البرد وقت الصيف رشوا لهم برا مشت عن وقت البرد ووقت الصيف وقت الصيف طلعوا برا اي داخل الحوش وفرشوا لهم فراي وجلسوا فوق بس وقت وقت البرد تلقي البرد لاسع قوي لاسع ورا خصوصا في الصحراء يعني في الصحراء ورا نار وجلسوا عليها النار يعني بس خلاص تكفي ما تكفي بعدين معهم الحاف يتلحفون يروحون ينامون الحافكم اول من ايش؟ تكفي هي الحافة هي هذه ها؟ هذه الحافة ايوه صح هاي مشهد فيها لا قوية ذي اي قوية هذه تلحفيها فخلاص ما عاد يصدق البرد ما يكشب حلو هذه تصنعونها من ايش؟ قلنا من نفس هذاك؟ من الصوف الغزل من نفس الغزل صح؟ أيوه. حلو جميل اذا يعني هذه كان اول شيء البدو يعتمدوا على نفسهم في صناعة الفراش والحاف هي منها فراش هي منها الحاف يوم الضيف شلوا له هذه وفرشوا له روح الضيف تلحفوا ويوم راح الضيف ونام معهم الضيف يقسموا لهم الحاف ومعطوه الحاف وتلحف ما شاء الله يقسموا لهم الحاف من الضيف ما خلوه يبات برد اي طبعا هم الضيف ياهم ضيف وخاطر ضيف عندكم ياهم بعد ما معقول يخلونا في برد لا لا ايوه يخلونا في برد ولكن من يتكلم عن ويوم جلسوا تقول على الضو ما يشه برد على الضو ولو جلس على الصبح يخليها يامر كذي ويرقد عليها خلاص ما برد ما البرد لا ربك بعد ربك يساعد ربك يساعد ايوه يعني الله سبحانه وتعالى رب غني عن كل واحد اي والله يعني ولا ان البرد القوي البرد شديد اعوذ بالله من دخل في العظم لا صادق بروحه مرض ولا شو الجوهره؟ لا صحيح لك انا ادخل العظم يصورون لك يصورون عبايه ويابوا لك وسموك العبايه ها عبيه ايه تصنعون لحالكم بعد؟ ها يصنعون يسدون نوم الصوف ايه تلحفون زين بالنسبة لللباس التقليدي ومنسول منسول ناوي يسوونه من الصوف وشن؟ منسول اي منسول اها تسوونه بروحكم يسوونه من الصوف يعني في ما شاء الله مشغولات يعني منسول بس يسوى بصوف اسود صوف اسود ايوه ما يخلط اما مثل العباه مثل الشمر يخلط له اسود وحمر وكيف حمر صح بالنسبة للنيل ما تستخدمون انتم النيل؟ وقت اللو يستخدمون الحين ما حد يستخدمه وين يسوونه؟ صباب الثياب ايوه نيالي ايوه نيالي بس بعضهم يسوونه هني اكو شام كحل اكو كحل وشام مو مش مش نيل يعني اكحل كحل ممكن تزيله ممكن تخلص لا لا ما يزيل ما يزال لا تدقه ببره سوي باري حد يسوي ثلاثة حد يسوي سبع وشم ايوه دقيته 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 لين سوى يعني الدم وسويت عليه كحل يعني تداخل مع الجسم من داخل مع ال ايوه وحد يسوي في ثناياه وحد يسوي يعني لما يقولون من زمان يقيدون الاسنان يعني على طوله ايه وسالفه ما يسوون تقويم حلو اول كان يسوون تقويم بكحل اول تقويم صدق تقويم ما سوى تقويم حديد الشباب اللي صاروا الحين ايه كان اول يسوون بكحل لحظه شويه هاي بعدنا اول مره نسمعها يا جماعه تقويم حق الاسنان ايوه بالكحل بالكحل كيف خبرونا خبري هو اعطيني ما فاهم اخبره خبري اموني بخبره وروحي عابله اول من زمان تسوي تقويم بالكحل؟ كيف تسوي؟ شوف الحين الهماليل اللي من بين الضروس ها؟ جبنا لها نباري يعني كان قضى صغير سوينا له ثلاثة باري، ويا كان انسان عود سوينا له سبع. دقينا الهماليل لها ها بدل عن نسعن الاسنانه. دقينا الهماليل دقيناها دقيناها دقيناها
لين رناها سوى ندم يعني وكمل المزر منهن تم صعدهن حلو وندقن عليه ايوه تم ثلاثة ايام يعني ما يقدر يسوي تحيد شوي شوي بس يشرب لازم يضيع بعدين اسنان ما انسعى موشر ويردن كثير كثير يرد عاد ما تغلى وخصوصا راعي اللي يكون ضروسه تشوف فنطوى ما شاء الله يعني هذا شيء محلي بعد شفناه في الباديه اول من زمان سوونا بروحكم عمو. الحين يسوون تقويم هذا الحين يسوون تقويم الحين يسوون ست شهور وخلوه ست شهور ويخسرون له سوون لا اول كم رحت صبحت وشمه يعني ما باكل ناس وشمت رحت لدرجه بس وشمته ما ناخذ روسي خلاص ما انسى الحين تسوي جوهره ها للحين ما رات اللي يسوي الحين قالوا لا الحين دخلوا له مسيره قالوا الحين وشام حرام الحين وشام قسم مو حرام ولا اول كنت اسوي بروحي لا لا لكن لو حد بغى تسوي الحين لو حد بغى يروح مخاطرنا عمونا اسوي لي ما فيش زين الحين يمكن الناس يسمعوش باشر تلقى مصافين طوابير بدال ما يروح يسوون وهذا بدال لا الحين قالوا الحين قالوا افتحي افتحي عياده الحين قالوا وشام حرام ترى ما له وشام هذا مال اسنان تقوي هو وشام وشام نسميه بعد سموه وشام كان كذي ما لما بس هذا داخل ما يبين لا يبين لا يبين يبين نعم سبحان الله بس هذا شيء يعني اول مره نعرف انه تقويم بالكحل والابر جميل حلو شو بعد هناك مثلا الاشياء اللي ممكن تعالجونها بروحكم يعني بدون ما تروحون الطبيب قبل يعني ما كان شيء طبيب ترى انتوا هذا قبر صغير هذا اكتشفوه قبل لا يكون شيء طبيب قبل لا يكون شيء تقويم معالج قبر صغير كان يربى وفي حاسي صار يصيح سوينا له عرق اللي عرق كذي الحين ما يشترون الحين يروحون الدختر ربعه اي يروحون الدختر الحين كل شيء دختر خليناه في المصعب وغرناه صبي ونام صبي يوم يكون في حاسي داخل بطني يصيح طبعا لما يزيد الصياح على الطفل بيقولون بطنه لانه ما يعرف يشتكي ما يعرف هو يقول انا يعورني كذا يقول عوق اذنه ايوه حد وذن له سوى له شيء حاجه اي حد يسوي له دوخه حد يسوي له حل حد يسوي له قرنفل صح يدقون القرنفل يخلون هذا نصبه يصبون عليها زيت مقلي يسمونه قرنفل بعدين هذا المصعط وش تسوي فيه؟ المصعط نداوي فيه الطفل الصغير سوى فيه حليب سوى فيه زعفران كان قبل يسعطوني سوى له الزعفران يوم صغير ويشربه ويشرب لم يشربه هو يسقونه هذا حلو اول كان مشهر الضاعه تراها مشهر الضاعه هو حلم هو حلم لبن اخوي لبن اول هو حلم هو مغلي يسميه مغلي ايه يخلى يفوح يعب له كركم خضر يشتري نعم وفاح وفاح اللبن وعطيته اياه اول يوم صغير ولده ثلاث شهور اربعة شهور يعطي غرفه مصعب حلو والحين يعطى مرضع والحين لم مرضع ترى اول يعني اعتماد على النفس قبل صح؟ ايوه والحين موجود الحاجات موجودات انت بتاخذهن كلهم موجودات بتاخذهن موجودات حلو غير لما بيربعون الدختر الشباب يربعون الدختر أيوة الحين لا ما حد لك الاوليات ما حد يعاود حبوب وما ادري ايش ما حد يعاود وفي حاجه وايد للطفل وايد للطفل الوسم اول كنتوا تستخدمونه؟ لحد لا نستخدم والعصب العصب حد والسيم عندكم ذيك اليوم يعني شيبه هني شايب الريال خبير حقيقه يعني شايب سالم كان اسمه يعني هذا الرجل خبير في النوق خبير يعني اذا هذه تلقح او ما تلقح يعرفها من شيفه بس يعرف زين والريال اذا كانت مريضه ولا شيء يعني يطلبونه في دول غير حتى عن عمان ويروح يعالج وين الحين؟ موجود ناقل موجود ما نحن وايدين حالكين على نلقى للعيال عالقهم لا عالقهم البوش عالقهم على عصبه عالقهم على وتم فيها عضل وتم فيها شيء بوش وايد ما كلفك يوم ما تباني خلاص يلا بسم الله خلاص سلام ما كلفك يوم ما تباني 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 عودك خضر يا ولا سمراني 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 زيتي ها ضيعت عليك ضيعت ما ضيعت بسكت ما ضيعت عودك خضر يا ولا سمراني عودك خضر يا ولا سمراني عودك خضر يا الاسمراني عودك خضر يا الاسمراني
شو اللي معاها زهية ساعديها. ساعدي غريب ما صارت قدامها. عطيها فيش. نسيتها نسيتها. نسيتها شوي. شوي يلا رديها. وحيديني لا ما أعرف هي تطبعها. لا هي تقول بس أنت تردي. يلا. يلا. ما كلفك. ما كلفك يوم ما تباني 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 عودك خضر يا الأسمراني عودك خضر يا الأسمراني عودك خضر يا الأسمراني ما حلاك ما حلاك يو شيت المشير 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 قلبي طلب من سبع عمونه 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 وحتى نظر عيني تغير وحتى نظر عيني تغير وحتى نظر عيني تغير وحتى نظر عيني تغير ما كلفك يوم ما تباني ما كلفك يوم ما تباني ما كلفك يوم ما تباني عودك خضر يا الأسمراني عودك خضر يا الأسمراني عودك خضر يا الأسمراني عودك خضر يا الأسمراني ما حلاك ما حلاك يا الحال ميموعي لميموعي يا الحال ميموعي لميموعي ويا الحال ميموعي لميموعي عطني مسارك مسارك عطني مسارك مسارك عطني مسارك مسارك وعطني مسارك مسارك بامشي بدموعي على دموعي وعطني مسارك مسارك بامشي بدموعي على دموعي ويا الحال ميموعي لميموعي ويا الحال ميموعي ويا الحال ميموعي ميموعي ويا الحال ميموعي لميموعي. يعطيكم العافية. يعطيني الصحة. إذا مشاهدينا ليلنا توه وسهرتنا محلوة خلك موجود فاصل ونعود. أين يقع سيح النعم؟ واحد رخيوت، اثنين محوت، ثلاثة وادي المعاول. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. نورس 90937، عمان موبايل، فريندي، هلفوني 90286. الزهر بي يا سدرة البيت الزهر بي يا سدرة البيت الزهر بي يا سدرة البيت الزهر بي والعود لي حلو المناعيت والعود
دليع حلوه المناهج ونعود نمت علي ومقلوع ودرا ويا نمت علي ومقلوع ودرا ويا نمت علي ومقلوع ودرا ويا نمت علي ومقلوع وصفات عايت والفوعي وصفات عايت والفوعي وصفات عايت والفوعي الدفوع الوروي ودفوع نتعي الدفوع إذن رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونذكر بسؤال حلقتنا لليوم، أين يقع سيح النعم؟ هل هو في رخيوت أم في محوت أم في وادي المعاول؟ اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على نورس 90937 عمان موبايل هلفوني فريندي 90286 وفاركم إن شاء الله التوفيق. رجعنا لكم يا جماعه. سالم، نعم اللي معك يا سالم. ايش رايك نسمع شله؟ ان شاء الله حاضرين. يلا يا هي هي اللي تنوي البعد يا هي قلبي لبعدك شدنا بضو تهيا بصبر ولو قلبك انا ميت فيه وبعز نفسي لو تكيت كيا بصبر ولو قلبك انا ميت فيه وبعز نفسي لو تكيت كيا البعد جرح وصعب انك تداوي تبكي منا وتشتاق شوق وتعيا البعد جرح وصعب انك تداوي تبكي منا وتشتاق شوق وتعيا كان جفاك الخل ولا تجافي الحال واحد يا الفقير الغنية كان هجفاك الخل ولا تجافي الحال واحد يا الفقير الغنية يا هي هي اللي تنوي البعد يا هي قلبي لبعدك شدنا بضو تهيا وسلامتكم. يعطيك العافيه سالم، وتحيه ايضا للشاعر مرهون درعي. كلمات
الكلمات مرهون نعم. آه؟ نعم مرهون. جميل مرهون. سالم ما أدري لك أشرطة نازلة أعتقد ولا؟ والله نعم فيه. كم شريط؟ تقريبا ثلاثة. ثلاثة أشرطة. نعم. مسوق لهم صح؟ والله أنا ما تابعت صراحة فيهن. ما تابعت تسويقها. نزلت انا وخليتها على الله. خليتها واعتزلت من بعدها. اعتزلت؟ اي نعم. خلاص ما تغني يعني ما والله خاص تغني بس. ولا ما؟ خاص. ما تغني خاص بس؟ خاص نعم. اما اشرطه ما نوعك اشرطه لا ما نزل. جميل يعطيك العافيه. خلنا ايضا الله يعافيك نستفيد باغنيه منك اخيره؟ ان شاء الله حاضرين. يلا عاش. المطر فايد ولا فيهم محزون سلام من تنعم إلى وردة عمان جعلان نبع اليود والطيب والعون تستاهلين الخير يا عز الأزمان وعسى المطر فايد ولا فيهم محزون سالم تسلم وتحيه اليوم ما شاء الله كل اشعار مرهون نعم ها نعم هذه من خلال القصيده عرفنا من شاعر نسموها اهلا بمرهون مرهون الله يعطيكم العافيه الله يعافيك جزاكم الله خير مشكورين يا سليمه وكذلك زهيه وكذلك جوهره
يعطيكم العافيه. الله عندك العافيه. شكرا. مشكور يا سالم، جزاك الله خير. مشكور يا حسام، ما قصرت. بديل الراس اللي الراس يعور اليوم. من ياقوت؟ حسام طال عمرك. هيا قول ياقوت تعال. يعطيك العافية من ياقوت. سلام. هذه نوره. طيب صوت سليمه. عود العنفر يهدونك هذه. الباقه من الاطياب. ونور مرجان يعطونك هذه الساعه الجميله. وتلفزيون سلطنه عمان يعطيك هذه الهديه الماليه. وكذلك زهيه ايضا. و طال عمرك عود العنفر. هذه ساعه من نور مرجان. وعود العنفر ايضا يهدونك هذه الباقه من الاطياب. وتلفزيون سلطنه عمان يعطيك هذه الهديه الماليه. كذلك يا جوهره باقه من الاطياب من عود العنفر وساعه من نور مرجان وايضا هديه ماليه من تلفزيون سلطنه عمان. كذلك الفنان الجميل سالم صوافي ساعه ايضا من نور مرجان تستاهل سالم. وايضا باقه من الاطياب من عود العنفر وهديه ماليه من تلفزيون سلطنه عمان. وجزاكم الله الف خير على السهره الممتعه. نتمنى ان شاء الله تعالى بس ان الجمهور ما تضايق منا. ونتمنى انكم استنستوا ويانا اليوم على امل لقاء جديد باذن الله. قبل أن نطلع خلينا نذكركم بس بسؤالنا. سؤالنا يقول اين يوجد سيح النعم؟ هل هو في رخيوت ام في محوت ام في وادي المعاول؟ اختاروا رقم الاجابه الصحيحه وارسلوه على نورس 90937 عمان موبايل وهلفوني وفريندي 90286. مشاهدينا باسمي وباسم طاقم العمل جميعا وباسم مخرج العمل نقول لكم تصبحون على الف خير. وملتقانا واياكم باذن الله في حلقه جديده. حياكم الله. يسعد مساك.